وانت عايز اعرف بقى النقط بتتحسب ازاي في الكاراتيه، عشان هي فيها ضرب بالايد وبالرجل وبتاع، وانا لما كنت بلعب كونغ فو لما جيت العب كاراتيه يا ابني دي بطل عالميه. ايوه دي بطل عالميه. ثانيه واحده، اصل انت مش عارف، انا كان يا استاذ مجدي يقول له حاجه اللي قدامي لما اتعور قالوا لي لا انت كده تخسر وحاجات كده، فما ينفعش يعني الخصم دايما لما بيلعب مع زميله بيبقى ما ينفعش ان هو يعوره عشان بيخسر وحاجات. دي حقيقه. عايزين نعرف بقى الرولز بتاعتها والنقط بتتحسب ازاي. هو الكاراتيه يعني هي بالاسم فهي معروف ان هي لعبه غشيمه ولعبه ضرب وبتاع، هي فيها ضرب بس هي بتعتمد اكتر على السرعه والمهاره وال يعني والكنترول.